السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم فراس فرحان من قناة الفردوس للزراعات النادرة. إخواني المتابعين، إخواني المشاهدين، كما عودناكم إن بنحكي لكم عن الأسمدة الطبيعية، واليوم معنا سماد قوي ومفيد جدا للنباتات. وهذا السماد يا إخواني سماد قشور البصل، ويحتوي هذا السماد يا إخواني المتابعين على البوتاسيوم وعلى المغنيسيوم وعلى الكالسيوم والنحاس والحديد. وهذا السماد مفيد جدا للنباتات والورود والأزهار اللي بدك بتسمد فيها. وبننصحك دائما بالأسمدة الطبيعية، إنك بتستخدم الأسمدة الطبيعية وتفضل على الأسمدة الكيماوية، وربما الأسمدة الكيماوية بتضر النباتات في بعض الأوقات. إخواني المتابعين، هذه قشور البصل. أول إشي بنجيب قشور البصل وبنضع هذه القشور في وعاء بلاستيكي أو أي وعاء موجود عندك بالبيت. بعد ما بنجيب قشور البصل هذه إخواني المتابعين بننقعها بالماء لمدة 24 ساعة، تقريبا يوم كامل. بنضع هذه بمكان داخل البيت لمدة 24 ساعة حتى بتتحول عندنا المياه اللي كانت بيضة بتتحول إلى اللون الأحمر. بعد هيك يا إخواني المتابعين، بعد ما بتكون عندنا جاهزة هذه المياه، بنجيب هذه المياه وبنسمد فيها الأشجار والورود بهذه الطريقة بعد ما بنخففها بالماء. أول إشي بنجيب هذا السماد وبنخفف عليه الماء حتى ما بيكون قوي وثقيل على النباتات اللي بدنا نسمد فيها. وأي نبتة أو أي وردة بتسمد فيها بهذه الطريقة، إن شاء الله هذه من أنجح الطرق وبتفيد النباتات عندك اللي بتكون بحاجة إلى الحديد والكالسيوم والنحاس والبوتاسيوم. فأخوان المتابعين، تابعونا على قناتكم قناة الفردوس للزراعات النادرة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله. إخواني المتابعين، لا تنسونا بدعمنا في لايك حتى يصلكم كل جديد إن شاء الله.